انتهينا من درس اليوم وأبيكم تجهزون باكر درس الشهيد. كويت الخير يا وطني، كويت النصر في المحني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي يبا، شلون المدرسة اليوم؟ الحمد لله. يبا، شنو يعني الشهيد؟ الشهيد يا عيالي هو الشخص اللي دافع عن ديرته، عن أرضه ووطنه من كل معتدي. يعني لما يهجم شخص على ديرتك الكويت ويبي ياخذها منك، شو تسوي؟ أدافع عن الكويت. ولما المعتدي يقتل هذيل الأبطال اللي دافعون عن وطنهم يسمونهم شهداء. يعني الشهيد بطل؟ عدل. يبا، أنا افتخر إني كويتي. وطني الكويت أحلى وطن له انت ميت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يمه؟ حي الله مريومة. يبا، احنا ليش نحيي العلم كل يوم؟ لأن العلم يا بنيتي هو الرمز. رمز؟ ما فهمت. كل لون بالعلم يا بنيتي له معنى. يعني اللون الأخضر مثلا يرمز إلى أرضنا الطيبة الخضرة اللي فيها أحلى زهرة وهي النويل. والأبيض؟ والأبيض يا بنيتي قلوب قادتها وأهلها المتروسة بالطيبة. والأسود هو الخير اللي ربك عطاه حق أهلها الديرة ونقصد فيه البترول. كل هذا مفهوم. واللون الأحمر؟ الأحمر معناه أن أي شخص يحاول يهدد ديرتنا لازم يفهم أن مصيره الهلاك. يبا، أنا افتخر أني كويتية. ها؟ صبحك الله بالخير يبا. صبحك الله بالخير مريم. صبحك الله بالخير يبا. ها؟ شايل الورقة وياي؟ أكيد في شيء قريته ما تعرفه. يبا، شنو يعني ذكرى غزو النظام العراقي البائد؟ بائد؟ شنو يعني كلام سالم يبا؟ إيه يا عيالي، هذا الحكي كان يوم الخميس 2/8/1990 لما هجم جيش النظام العراقي البائد على ديرتنا الحبيبة الكويت واحتلها. إيش كثر ظلوا محتلين ديرتنا؟ كانت فترة الاحتلال يا ولدي 7 أشهر. وشنو سووا الكويتيين؟ أهل الكويت يا عيالي إيد وروح واحدة، وقفنا كلنا مع أميرنا وحكومتنا وقاومنا الاحتلال، وراح الكثير من الشهداء فداء لهذا الوطن. وغلبتوهم؟ أي نعم، والحمد لله بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة طردناهم من ديرتنا وتحررت الكويت. يبا، احنا نفتخر ان كويتيين. يبا، وين العيدية؟ ها، هي عيدية؟ اليوم مو عيد، لازم في عيدية. سالم، عيد اليوم مو مثل عيد الفطر ولا عيد الأضحية. عيل شنو؟ اليوم 25 فبراير العيد الوطني، وباكر عيد التحرير 26 فبراير. ما فهمت. اليوم مناسبة وطنية نحتفل فيها كلنا، لأن الكويت نالت استغلالها في سنة 1961، وباكر يا عيالي ذكرى تحرير الكويت من غزو جيش النظام العراقي البائد لديرتنا الحبيبة، وهذا كان في سنة 1991. ها، عرفت الفرق ولا لايحين تبي عيدية؟ الاستقلال والتحرير أحلى وأغلى عيدية. خير يا سالم، ليش ما رحت؟ أستاذ، ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل يا سالم، اسأل. انتو ليش تبوننا ندرس؟ سؤال ذكي. انت تحب الكويت؟ اموت فيها. واحنا كلنا مثلك يا سالم، نحبها ونبي الخير لها ونبيها تتقدم. علشان كذي لازم يكون عندنا سلاح العلم. العلم سلاح؟ شلون؟ الدولة يا سالم تكون قوية اذا كان الناس فيها متعلمين ومثقفين، والتقدم يقاس بمستوى التعليم في اي دولة. خلاص استاذ، انا وعدك اني راح اتفوق علشان اصير محارب وسلاح العلم واحافظ على الكويت. واحنا كلنا معك يا سالم من اجل الكويت اللي علمتنا وربتنا. استاذ، انا افتخر اني كويتي. ام سالم، كنا فاقدين سالم.
من يم المدرسة ما لحس. خليني أروح أدوره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله يا ولدي. منه ومنك يبا. اسمح لي كنت أصلي، تأمر على شيء يبا؟ بصراحة يا ولدي كنا نحاتيك أنا وأمك، بس بعد اللي شفته ما راح أخاف عليك وطمنت قلبي. ليش يبا؟ تدري يا سالم إن صلاة تعلم الواحد الصبر وحب الوطن. حب الوطن؟ شلون؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في الديرة اللي شعبها ملتزمين بعبادته، وأهمها الصلاة في وقتها، ويحفظها من الشر والأعداء. وأنا بعد يبا أحب ديرتي، وادعي ربي كل يوم يحفظها ويبارك فيها. تدري ليش يبا؟ لأني أفتخر إني كويتي. ليش كذي؟ تدرون قبل شلون كانوا الأطفال يلعبون علشان أنتوا تسوون كذي؟ صح كلامكم، احنا غلطانين، الدولة ما قصرت معانا ولازم نحافظ على مرافقها العامة. الله يعز ديرتنا. أنا افتخر إني كويتي. سالم مريم ليش كذي يبا؟ ترى الماي مو لعبة علشان تهدرونه وتلعبون فيه كذي. الماي عندنا وايد. انتوا تعرفون ايام قبل شلون كانوا ابائنا واجدادنا يجيبون الماي الحلو؟ لا، كانت مصادر الماي عندنا في الكويت شوية ابار وجلبان ما تكفي، واستخراج الماي منها مشقة، فكانوا يجيبون الماي الحلو من الدول المجاورة. والحين يبا عيل الماي اللي نشربه من وين؟ من البحر. بس ماي البحر مالح. علشان كذي الحكومة بنت لنا محطات تحلية المياه، ومنها نقدر نشرب ماي حلو ونسقي الزرع، مع انها مكلفة يا عيالي. كل هذا علشان نقدر نشرب ماي؟ يا وليدي الكويت امنا، ديرة الخير ما تقصر. يبا انا افتخر اني كويتي.